عدنان صحتنا التغيير الرئيسي اليوم للكاسات ياسين بيوت لسيران في خط وسط من الرقم 26 بلادي اولمبيك متاعب الدفاع عن كوكب المراكشي لو تم التعامل مع قدراتي الفنيه كما يجب بشكل ربايب البحراوي والكره في التنين. في كسر عرش وقد تبعنا يوم الاثنين المنصر يما التتويج التاريخي لنادي الدفاع عن حسن الجديد بأول لقب له في تاريخه رقة ساكو خطا جو يتطلع لأهداف اخرى كره تعبت في الراس شت لوسيس عن ساكو هذه الانديه الوطنيه التي غابت الا نفس سنوات الاخيره عن توهجها في البطولات الافريقيه منذ تشويش المغرب الفاسي بتونسيا رفقه رجب فتيش في وسط الملعب التالي مأمورية صعبة اللاعبين والحدي أمامهم وترشيط اللاعب على الأطراف منشوف في الكرة الأخيرة لياسين بيوت الذي يتحسن على ضربة خطأ كثيرا لنادي الكوكب المراكش والمنتخب الوطني في مونديال كأس العالم عام 1994 وكأس أمم أفريقيا عام 1998 بوركينا فاسو لأولمبيك الأسفي ياسين بيوت ياسين بيوت مشى كورتو ساكو ساكو ياسين بيوت رجع كورتو خطأ يسير البساطي كما الكرة أمامية اللي مربع العمليات ولكن الفينش لحد الآن يغيب على لاعبي فريق الرجاء البيضاوي وأعتقد بأنه مع التوالي أفضل مع توالي الاحترام بين مرمى الحمد وحمودي في الدفاع قد طفع الكرة عالية أعتقد بأن الكرة العالية مصلحة فريق الرجاء فريق أولمبي للأسف الآن فكاج والفرصة الأخيرة لمحسن بجولي وكأن بلاعبي فريق الرجاء خصوصا في الوصول في الشباك الحارس حمد حمودي كرة الآن أمامية تدخل للدفاع تصل مرة أخرى لمتوسط الدفاع كاسيسا خيس وسط الميدان تطبيق مراكم محمد الخامس بالدار البيضاء ولكن منذ شهر فبراير نعم الرجاء يعود بقوة من انتصاره المحترم لأنصار الرجاء البيضاء وأعتقد لو كان الملعب بسعة أكبر الجمهور سيكون كذلك بعدد قياسي ولكن هذه السعة ملعب المسيرة بينما كرة عرضا ضمن حسابات المدرب يوسف فرتوت كرة في وسط الميدان ناحية من هذا محمد ساكو عودة للوراء يوسف البصري تسجل أندية أخرى الجمعية السنوية وأولمبيك أزكي دائما تطوان فاز على بركان 1-0 كرة حدو مشاهدة الكرام بأنه بين الفينة الأخرى نعودي اليسرى فعلا تحدثوا كثيرا وقارنوا كثيرا بين محمد فاخير جازفة علي وزد على ذلك الضغط النفسي هذه كل عوامل جعلنا نتابع المباراة بهذا الشكل أقل من المتوسط فنيا كرة في وسط الميدان لمن الجهتية اليمنى رفيق يتحرك الآن لمن هو اللاعب علي الراشدي الراشدي ويسير البساطي في القائمة الثانية لعب مصدوم يا متولي يناور حمزة مرسو دعا حمزة مرسو كريسا من مصلحته أن الإيقاع يرتفع من جانب الرجاويين ويحاول قدر الإمكان تكسير هذا الريتم شفت طول التكسير لمن إلى الكوكو هذه التمريرة بينية
متولي ضاع من الكرة ما تلازلت متواصلة. متولي يضع في منطقة الجزاء لكن موجود محمد من الصفار قزة مرة أخرى تدخل الدفاع يتدخل الدفاع حمزة السامومي في مساندة لمحمد من الصفار انطلاق فيها تحافظ على هذا المكسب الكبير وتضمن البقاء وسط المدرب الغريب هو اللاعب زكريا زهيد دائما كل فتح فريق اولمبيك اسفي تماس بعد تدخل سعيد فتح لكن مش مع اللاعبين فريق اولمبيك اسفي بلا خط الوقت دائما الكره في وسط الميدان للاعب علي راشد يتبع اقرب لاعب هناك رياح تساعد فريق الوداد بيوض محمد صافو بيوض ملك إيبونا حسن شكورتو دائما طريقة السلوة ديال الكرة اللي لعبوا في فريق الأمل ديال الوداد البيضاوي فيوسف فرتو طلب من متابعة اللاعب أمين الطوشي حاصرو بيوض وورا على ملك إيبونا كانت ليست جيدة طلب خرج دقائق وقت بدا ضائع لنهاية الجولة الأولى ياسر بيوض وسعيد فتاح ثلاث لاعبين محمد صالح سعيد فتاح نبيل ولجي دخول اللاعب صالح والحكم كأسفي تمكن خطوة اللاعب علي في ميرسي حسن بن عبيشة محمد صالح